هنا عندنا المضارع المستمر. أول شيء نريد نعرف شنو يعني مضارع مستمر. المضارع المستمر إحنا نستعمله كل يومية بحياتنا ونقول عليه تشنت، أنا تشنت ألعب، أنا تشنت أركض، هم كانوا يلعبون، إحنا كنا نلعب. ما ماضي مستمر، ماضي مستمر. هذا نعبر عنه بالتشنت، هذا استعماله بالترجمة. نجي إلى الإنجليزي. الإنجليزي يريد من عندك شنو؟ يريد من عندك شرح معناها. هاي هو ما is not finished. هاي يقول the middle. ها يقول الماضي المستمر هو in the middle of doing a doing it in certain time. شلون يعني؟ يعني action فعل. مش اللي ما تشتغل. action هو فعل. happen يحدث. in the middle في وسط. middle شنو؟ وسط. وسط شنو بويا؟ بس خلنا نوفر هاي حطها هنا. in the middle في وسط doing القيام. it به من هو هذا الاكشن؟ at certain time في وقت محدد. فهو ده سألك الدكتور شنو هو الماضي المستمر؟ هو عمل يحدث في وسط القيام بوقت معين، قيام بشيء بوقت معين. زين هذا تعريفه. شلون يعني؟ يعني جاني واحد وقال انت وين كنت البارحة؟ يتكلم عن الفترة الزمنية مال البارحة، وانت وين كنت بهاي الفترة؟ in the time the certain time. والله انا كنت العب طوبة بهاي الفترة. زين القاعدة مالتها شنو هي القاعدة مالتها؟ القاعدة مالتها في حالة المفرد نخلي وات لها بعد الاي، لان الاي تاخذ واز واي ام جي بالمناسبة. ليش ما كاتبها ما اعرف. الهي والشي والات ياخذ was و اي ان جي، واليو والوي والذي تاخذ وير و اي ان جي. هاي في حالة المثبت. حلو. بحالة النفي ما كاتب لنا النفي. ليش ما ذاك لنا؟ المفروض كلنا النفي والاستفهام. بالنفي الواز يصير وازنت والوير يصير ويرنت. خوش. هنا عندنا مقارنة. يقول شنو الفرق؟ شنو الفرق بين إذا أريد نقول أنا كنت أتمشى لو أنا مشيت؟ راح تقول له أنا كنت أتمشى in the middle of action وسط فعل معين، أما أنا مشيت هو completed action، هو فعل كامل انتهى خلاص، كمشينا وخلصنا ورحنا لها بعد الشكو. أنا كنت أشاهد معناه يتكلم عن middle of an action في وسط عمل معين، أما أنا شاهدت هو completed action. بعد 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 هنا أبو جاسم راح نستعين بالسادس الإعدادي. دورات نستعين مادكم بيها شاملة كل المراحل السابقة، فدورات نستعين بالثالث متوسط، بالخامس ابتدائي، وهسه راح نستعين بالسادس الإعدادي. هذا اسمه أدوات الربط. أدوات الربط فيها أدوات الربط. أدوات الربط أولا طالما أنت طالب جامعة فلازم تعرف الوين والأنت معناها الوين معناها عندما،
والآن معناها و. الوايل معناها بينما، والآز معناها ك. نقول عليها ك بس أيضا أنت مشيها أيضا بينما. ليش بهم بول؟ هلني إذا لقيتهم الجملة الأولى تكون ماضي مستمر، يعني راح تخلي was زائدا ing، والجملة الأخيرة تكون ماضي بسيط يعني ed أو شواذ. زين، والwhile والas بالعكس. وهسه أريدك تركز وياي على مود بس هنا اريدك تحسبها بالترجمه لان دورات الدكتور يتيهكم. شلون بالترجمه؟ I was playing، انا كنت العب. عندما you call، انت اتصلت. يعني شلون افسر لك اياها؟ هنا ايش قاعد يسولف لنا؟ قاعد يقول يا بي اني كنت العب وبنص اللعب مالتي، ما احترم يعني نص اللعب مالتي صار، انت اتصلت بنص اللعبه مالتي. اذا هذا يصيحوا له ماضي مستمر، لان قاعد يتكلم عن فتره زمنيه اللعب. هذا الماضي المستمر، والاتصال مالتك اجى بوسط اللعب، اذا هذا ماضي بسيط. طيب السؤال اللي يسألوه الطلاب، استاذ شلون يجينا السؤال؟ عدة اشكال. على سبيل المثال you clean the house while when she leave it. شلقينا هنا يقول أنت كنت تنظف عندما هي غادرت، لو أنت نظفت عندما هي كانت تغادر. أنت كنت تنظف عندما هي غادرت، لو أنت نظفت عندما هي كانت تغادر. لا، أنت كنت تنظف البيت عندما هي غادرت. يقول أنت كنت مشغول بالتنظيف وهي شردت من البيت. احتمال هيجي يجيبها. زين، اكو احتمال ثاني هسه راح نشوف، بس احنا هسه مو بصدد هذا الموضوع. طب صدد من؟ بصدد تعال حل هاي الاسئله. شنو هاي؟ هنا يقول لك اول مره نريد المعاني مالتها. looking معناها يبحث، looking معناها ينظر ويبحث، يرتدي يستمع ايضا، ويرنت بس هنا was للمفرد وهنا وير للجمع. يبحث was snowing، snowing snow تثلج. يعمل يجلس. where are you going تذهب. هنا نحن بنطلون فنقول كانت ترتدي البنطلون. what did you say ماذا قلت؟ I don't know. I مش مدري ما هو ايش قال. قال انا ما ادري. I wasn't listening. ثلاثة، نحن at the back of the theater في نهاية المسرح كنا نجلس. كنا نجلس في نهاية المسرح. This time last year في هذا مثل هذا الوقت السنة الماضية Steve on farm في مزرعة.
ستيف ايش سوى بالمزرعة؟ كان يعمل في مزرعة. وراها يا ابو جاسم. They didn't see me. هم لم يروني. They in my direction. في وجهتي. هي وين؟ weren't looking on my in my direction. لم يكونوا ينظرون في وجهتي. The weather was bad. الطقس كان سيئا. Very cold and it was snowing. وكانت تثلج. I saw you. أنا رأيتك. In your car. في سيارتك. Where? أين كنت ذاهب؟ وين كنت ولك؟ I saw Kate. أنا رأيت Kate a few minutes ago. قبل عدة دقائق. She was looking for me. كانت تبحث عني. زين. هذا نتركهن. ولا نتركهن. آها. 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 شنو هاي؟ يقول شوف لي هاي الجمل تنحل بالماضي المستمر لو تنحل بالماضي البسيط. تعال نسوي أول وحدة ماضي بسيط. ليش؟ ليش ليش حليناها ماضي بسيط؟ لأن السي تتذكر لما قلنا السي فعل ساكن، يعني هاي هماتن. إيه هاي هماتن راح تصير didn't see. بس تعال خلينا نقرا هسه. هاي انتهينا من عندها الاولى والثانيه فعل ساكن انتهينا من عندها. بس خلينا نقرا الجمله حتى نعرف انه هي مستمره لو بسيطه. يقول انا رايت سو، بعد اسمها سو، في المدينه البارحه لكن هي لم تراني. يا بليش هي ما راتك؟ لانها كانت تنظر، كانت تتنوع بالجهه الثانيه. عرفت ليش؟ زين نجي على الوراء. الصورة الثانية يقول أنا سيركل، قدت قدت الدراجة للبيت البارحة. هاش لقينا هنا تجي قبلها ماضي مستمر was cycling، ويجي وراها ماضي بسيط stepped. إذا أنا كنت أقود الدراجة البارحة عندما رجل stepped out، تخطى into wood in front of me، تخطى الطريق أمامي، مشى على الطريق أمامي. حلو، مشى على الطريق أمامك. إحنا شعدنا العلاقة نتورط عادي، تورط ما في داعي. نجي نكمل. أنا go quite fast. أنا أسير أو أمشي بسرعة كبيرة. أنا كنت ذاهب أو أمشي بسرعة كبيرة. لحسن الحظ أنا كنت أسيطر. لو أنا سيطرت أنا كنت أمشي بسرعة. الحمد لله والشكر أنا كنت أسيطر. لو أنا سيطرت أنا سيطرت. managed سيطرت، استطعت، تحكمت. وأنا الآن سولفنا على الآن يجي وراها ماضي. I didn't أي hit him. ورا ما يكمل الطالب، ورا ما يكمل شو يسوي؟ يروح يشيك الحل مالته وين في نهاية المزرعة. ها شو الحل؟
القلم ما عندها هذا، بس تكتب بالرصاص. ها انت على هذا الطين. بس سمبل بس كونتينيوس اي هذا، بس لا اختلفت، لا اكو فقره اضافيه ايش ضايف فيها. ايه كان تغير لي الطبعه الثالثه مو الخامسه، ايش منو يا اسامه عليك يا غالي. اوكي يلا بسيطه هينا بس دقيقه. 6 4 6 4 هاي 6 4 شوف نفس الحل مالتنا. I were doing. هاي 6 4 ها 6 3 didn't see was looking was cycle stepped was going managed didn't see. حد شيء ذهب واشتغلنا مرتب. اي هاي هاي مالت السايكل الوسطاني. الوسطاني اكتبها لاني هسه راح اطلع لك الوسطاني. اكتبها يا عيني اكتبها لحلها وانا اطلع لك الوسطاني. تقول ما ريد نوت عاد افصلها. لا تقول ما ريد اختصار. اي افصلها. شلون؟ اي ستار ستابت ستابت بالماضي توقف. لا ستو ستاب ذيك واحد هاي ستيب ستيب يعني شلون تقول خطا مشى خطوات تخطى وهكذا. But lucky I managed. Didn't and didn't did not hit. يعني كل نوت صار ديدنت في الماضي البسيط. شلون؟ كل نوت صار ديدنت. طيب. اوكي. زين هاي الوسطانية. اي ميت شو يصير؟ حسن نرجع على الوسطانية خلينا نوخر هذا الكتاب. طلع الكتاب الثاني. على هاي الطبعة ثاري. لا إله إلا الله. شو؟ عشيه. يفتح. اه لازم اغير عني.
هذا الماضي المستمر وهذا الوسطاني مو هذا محلول هو يقول I met التقيت بتوم التقيت بتوم ما يصير أنا كنت ألتقي لا أنا التقيت بتوم وجين في المطار قبل بضعة أسابيع وهم كانوا ذاهبين إلى باري ليش حطينا وإعداد عدد عقب ليش خلينا خلينا شوي نشرح أنا التقيت I met وهم كانوا where going هم كانوا ذاهبين إلى باريس and I was going أنا كنت ذاهب إلى روم I was hey. هنا بوقتها حقيقه هذا يعني حد انصح له غلط بس راح اشوف هنا عندنا شنو اداه الربط وايل يجي قبلها ماضي بسيط هاد وراها ماضي مستمر وير اي ان جي ويتنج هذا الحكي اللي حليناه لان اكو سالفه سريعه نسولفها هذا الحكي هذا الحل فصل السابع لا ستة ثلاثة شوف قال وير جوينج سؤال سؤال هنا سؤال يطرح نفسه ومو بس يتمرغل راح يموت روحه شنو هذا السؤال فاجأنا بيه الدكتور بوقتها من أستاذ بوقتها والله نسيته ها أستاذ فراس إيه أعتقد أستاذ فراس قال لنا يا بي احنا مو عندنا اداة ربط الان قلنا له اي قال غير يجي قبلها ماضي مستمر وراها ماضي بسيط ليش هاي صارت مستمرة الجواب انه هاي الان مو اداة ربط شنو مو اداة ربط مو احنا عندنا الان تنقسم نوعين الان اداة ربط والان معناها و شلون دقيقة 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 والله أكشوف look at me look at me look at me أكو الآن أداة ربط للتحكم بالأزمنة بس هنا معناها وين شلون مثلا مثلا I was playing and you called هذا المثال قبل شوي أخذنا أنا كنت ألعب وانت اتصلت يعني أكو زمن يختلف عن زمن أنا بنص اللعبة بس إذا قال له I was playing and you were reading شنو يعني انا كنت اقرا وانت كنت تلعب لا انا كنت العب وانا كنت تلعب وانت كنت تقرا ماكو ازمنه تتضارب لان زمن اللعب ما يتضارب مع زمن القراءه بس هنا زمن اللعب تضارب ويا الاتصال انت قطعتني من لعبتي وخليتني اخابر هنا انت ما قطعتني من لعبتي وخليتني اقرا وصلت فهمت من هذا؟ مثل think أعتقد think يفكر. آه. سجل ذني.
يلا حل لنا شيء جوا والله. جيد جيد جيد. لا أقول لك جيد. يا تعال شوف لي ذا. 12 دقيقة أنا محمد. وايت. بس وقت الوايت. 12 دقيقة أنا وين؟ قبلها ماضي مستقبل. هنا الجملة الثانية شو ما بيها أداة ربط؟ إيه مو شرط يجيب لك أداة الربط. بس هنا جو يقول ماذا كنت تفعل؟ لو ماذا فعلت؟ يا هل أنسب؟ في هذا الوقت البارحة. ماذا فعل؟ لا ماذا كنت تفعل؟ أنت كنت تسوي مثل البارحة. What? Where? What were you doing? What? Where? بس أنا أتأكد معتهم. Where you doing? ما تقول أنت كنت تسوي البارحة؟ يقول you go out. يقول يقول هل خرجت البارحة؟ لو هل كنت تخرج البارحة؟ خرج. ها؟ خرج. إذن. Where going? لا. Where did you go? مو بيها نفي. خلي did you go? No, I was too tired. أنا كنت تعبان. ورا. ناش لقينا when يجي قبلها ماضي مستمر where you driving وهنا وراها ماضي بسيط having ناش لقينا having ماضي بسيط having صير having ناش لقينا not while شو يجي قبل الوايل Sam was taken was taking ورا لا took ماضي بسيط وراها ماضي مستمر wasn't أو الدكتورة ما تكتريها مفصولة was not looking بعد دوايا بالعكس هاي ما بها أداة ربط إذا لازم نترجم يقول نحن كنا في موقف صعب ونحن لم نكن نعلم لو لم نعلم لم نعلم لا لم نعلم ماذا نفعل we didn't أو did not know السؤال ليش قل لأن النو فعل ساكن ما يأخذ الـ ing ش لقينا هنا شي جي ورا الوين ماضي بسيط صار بس هنا نخلي was trying ما شاء الله سوكتها هسه نجي هنا شوف ايش لقينا هنا فتحت التسجيل ايش لقينا هنا هسه هنا ايش لقينا وين What does this get? 28. Okay. When? يجي قبلها ماضي مستمر يعني was walking. Walking. وراها ماضي بسيط had. هنا لا تعتمد على الترجمة. شخص ما لحقني لو كان يلحقني. لا لازم نعيدها من البداية لأن ترهم على الثنين. أنا كنت أتمشى على طول الشارع عندما فجأة سمعت خطوات شخص خلفي شخص ما كان يلحقني following me وأنا كنت خائفة وأنا بدأت started بالركض عندما ها الوين يجي وراها ماضي بسيط عندما كنت شابا أنا أردت مو كنت أريد أنا أردت wanted لأن الوانت من الأفعال الساكنة هاي وين يجي قبلها ماضي بسيط أنا لا هنا أنا أكو مشكلة عندنا يقول الليلة الماضية أنا
أسقطت دربت الطبق عندما أنا كنت أقوم بالغسل. لحسن الحظ إنه لم ينكسر. Didn't break. أو شتريد. Did not break. إيه لأن البريطانيين ما يحبون الاختصار صراحة. يعتبرون الاختصار نوع بنوع من شفت هذا أكو فيلم جزء كاه اللقطة مسوين اجتماع وها يا بشكو والله إحنا أكو اقتراح نقول I am not لو نقول I am not I'm not playing أو she is going لو she is not going ها نجي هسه خلينا نشوف الحل ستة 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 أربعة هاي ستة أربعة أول واحدة وير صحيحة ثاني واحدة did you go صحيحة ثالث واحدة أبو جاسم عفوا رابع الرابعة where you وهابنت صح الخامسة took wasn't looking صح شوف هو مختصرها بعد انت عليها من ما... يلا المهم هنا أنا did you know صح سبعة saw صح و was trying صح ثمانية was walking و heard و was following صحيحة و start صح wanted صح wasn't dropped صح was going doing صح و didn't break صح اذا شغلنا مضبوط وتوب عشوك ليش خايف وهنا أنا خلصنا الفصل السادس هسه احنا اخذنا الخامس والسادس مو خامس والسادس دقيقة بجا